عنوان المستندين للمفاتيح الإنسانة اللي ما عمرها فرحت بالنور ولا بنعمة الفرحة، ولكن في اللحظة اللي أنا جاب لي الله هذه الفرحة، يعني اللي دامت 48 ساعة اللي حققت فيها الطندونز المغربي، فزت بأول جائزة مغربية كيوتيوبرز وإنسانة كفيفة. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا وتنتمنى الجميع هذا الجمع الرائع. تبارك الله عليكم، خير دليل هذا الصوت معبر. الله يجزيكم بخير، لاني سبق لي جيت في الاسبوع اللي فايت وحرقت الاعصاب ديالي وشفتي حاجات اللي دازت عليا اكثر من القياس، وانا مريضه، انا مجبره باش نحيد العوينات ديالي بجوج. شنو لي الشيء اللي جابني مسانده ولدي والانسان اللي وقف جنبي اللي هو سيد يوسف الزروالي اللي تنحترمو حتى نموت. علاش هذا الانسان؟ لانه اول واحد اللي جا عندي من ساكنه مدينه الكناز واللي عمرني ما عرفته، وباقا تنقولها الى اخر يوم في عمري غادي نبقى نقول بان سي يوسف الزروالي ما كانش سبق ليا شرف المعرفه به، ولكن هو الانسان هو الاخ، هو الولد، هو الانسان اللي ما عمرني نويت انه يشرفني ويزورني وانا في هذه الوضعيه الحرجه، وضعيه انسانه كفيفه اللي دق عليها السي يوسف الزروالي وقال لي انا في كتافك مفاتيحه. دائما غادي نبقى نشكر السي يوسف، دائما غنحييه. الله يطلق سروحه، الله يطلق سراحه. السلام عليكم الاخوات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ احوال طيبه، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتشوفوا هذا الفيديو من الاول للاخير بالمدينه مكناس، وبالخصوص من امام المحكمه الابتدائيه لمدينه مكناس. اليوم ان شاء الله غادي يكون الحاسم في القضيه ديال المتهم يوسف الزروالي بالنصب والاحتيال، ونشوفوا واش غادي التهم تكون يعني ثابته او لا، غادي يخرج بالبراءه، ونتمنوا يخرج براءه ان شاء الله باذن الله. هذه هي لحظه الوصول ديال المتهم، خليكم معي. يريد إطلاق الزروالي في الشعب، 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 يريد إطلاق الزروالي Allah'a emanet olun.
انا براسك شفت على داك السيد شي حاجه خايبه تيدير ما نمشيش نوقف هنا وعلاش نوقفو علاش نجي السيد راه طيب وراه بارئ مسكين راه عنده مشكل ما بيناتهم بين برطال وبين بلال وبين شي شاكي بشي واد النصب والاحتيال ولا تيدي الناس راه ما تيدي حد راه قلناها هذيك النوبه غادي نستمتع نستافدو منه والو شفت الا تعطينا شي حاجه تعطينا ناكلو تعطينا نشربو ها نتوما الاخوات كان هذا هو لا فيديو ديال اليوم وكيف شفتوا ان المتظاهرين اللي جاوا من جميع انحاء المغرب باش يوقفوا وقفه رجل واحد ويدليو الشهادة ديالهم في حق الاخ يوسف الزروالي وكذلك عبروا على الحب ديالهم لهذا الاخ هذا وكذلك شهدوا شهادات اللي صادمه في حق هذا الاخ وكيشهدوا انه ما كينصب على حتى شي واحد ورجل حقاني رجل كيخاف الله ومن ضمن هاد المتظاهرين الاخت او اليوتيوبرز المشهوره امي فاتحه المكفوفه اللي دلات بالشهادة ديالها وكتقول أن الأخ الزروالي وقف معها وقفة رجل مغربي حر وكذلك أنه يعني يستحق أن نرد الجميل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فما انتبهتوش بأنك نري كنت حاضر بحيث أنني أنا اللي خرجت لعند الشهود اللي كانوا على برا بالحضور ديال الأم ديالو والأخ ديالو المسائل غير انا كان واحد المساله اللي كتطرحت ليا هو بان التصريحات الاوليه اللي كنت درت في البيرو ديالي كتثبت لي نوعا ما مشاكل على اعتبار هناك خرق ديال سريه التحقيق على ما يقال وحنا صحتي بان المحامي شانه شان المواطن له حقوق وعليه واجبات والتزامات وحتى محظورات وبالتالي المحامي مثله مثل اي واحد يرتكن الى القانون سواء المنظم لمهنة المحاماة أو حتى قانون المسطرة الجنائية وقانون المسطرة الجنائية يحذر من خرق سرية التحقيق ونوعا ما في التصريحات وما يقال بأن يدخل نوعا ما شوية الموضوع يعني أنا تشوف بأن ما كاينش شي خرق لأن خصني نور الرأي العام طالما بأن القضية تتعلق برأي العام فما بقاش بأن شي حاجة مستورة حيث ان كلشي تيتكلم على القضيه ديال يوسف الزروالي وكان بالاحرى باني ندافع على الموكل ديالي ماشي بان تسربوا اخبار زائفه عليه بانه نصاب بانه كذا وكذا خاصني ندافع على الموكل ديالي وخاص الراي العام يفهم شنو كاين بالضبط والاساس ديال المتابعه ديال الموكل ديالي. بزاف ديال الناس قالوا بلي انت تخليتي على يوسف الزروالي والدكتور حسن معروف هو فقط المحامي الوحيد الان اللي مقابل القضيه واللي تينوب عليه. حاشا معاذ الله نو با دي تو حاضر انا بالعكس انا اقول انا هو المحامي الرئيسي وحاضر جميع المجريات ديال التحقيق وحتى التقديم وحتى كافه الشكايات الاوليه من الاول حتى الاخر. هذاك النهار اللي علاش ما بنتش انا على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي او وسائل الاعلام هو الحق ديالي والزميل ديالي الاستاذ حسن معروف ولاني هذا ما تيعنيش بانني راني مخلي او بانني تنتوانى او تنتماطل في الدفاع عن الصديق ديالي قبل ان يكون الموكل ديالي فانا متواجد بقوه والحمد لله حس اون بون فور اليوم ونتمنى ان شاء الله ندخلوا المجريات ديال التحقيق ويكون خير لانني يعني حس بانك هناك امل كبير 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 والحمد لله بان دازت 14 يوما ديال الحجر الصحي ديالو نتمنى بانه يتم الاحضار ديالو اليوم ونشوفوا شنو يوقع. شنو
كنتناقوا اليوم شنو هي التنبؤات ديالك؟ توجور عندي امل استاذ نوري دائما مع الامل. قالوا بلي النوري هرب، المحامي ما بقاش قادر انه يواجه الاعلام، ما بقاش قادر انه يهضر في القضيه. يعني انت الان وتحتي الناس هناك تحامل الاستاذ نوري على الاعتبار الملك.